ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة أنابيب البترول بدأت في إنشاء خطوط جديدة لنقل البترول بطول يقترب من 600 كيلومتر بتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية بمختلف مناطق الاستهلاك. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، حيث أشاد وزير البترول طارق الملا بالدور المحوري للشركة في تطوير الشبكة الوطنية لنقل البترول. نفى المركز الإعلامي والمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل. وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%. وحول أهم موضوعات أو مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022 جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى. انتهى البنك المركزي المصري من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي. وذكر بيان من البنك المركزي أن هذه الإجراءات تسهم في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي أذون وسندات الخزانة المصرية لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية. وإلى سوق المال، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة للبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.368 تريليون جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغت 2.1 مليار جنيه. ووصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مكاسبه القوية لدى إغلاق التعاملات مدعوما بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأجانب والعرب سواء الصناديق والمؤسسات أو الأفراد، فيما مالت تعاملات الصناديق المحلية نحو البيع ونشطت أسهم قطاعات الخدمات المالية والبنوك والأسمدة والاتصالات. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بما نسبته 66% ليسجل 20213 نقطة، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 خسائر هامشية بلغت 2% ليصل إلى 3827 نقطة. وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ربحا نسبته 10% مسجلا 5680 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين بعدما ألمح مجلس الاحتياطي للاتحاد الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وانخفض المؤشر القطري 3% متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا وعلى رأسها الأسهم المالية. كما خسر المؤشر الكويتي 1.6% متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات، فيما ارتفع المؤشر البحريني 1.1%.